للمزيد ايضا ينضم الينا عبر الهاتف من الخرطوم اللواء بدر الدين عبد الحكيم، بدر الدين عبد الحكم الخبير الامني والاستراتيجي. سعاده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك. على المستوى العسكري كيف تبدو الشواهد التي تتابعها حضرتك فيما يخص موازين القوى على الارض وكذلك مؤشرات الحسم العسكري؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، التحيه اليكم في الاستوديو والى المستمعين او المشاهدين، ورمضان كريم. الله أكبر. حقيقه طبعا هناك يعني ما في اوجه شبه ولا مقارنه بين القوات الشعب المسلحه والدعم السريع. الدعم السريع هي ميليشيا ويعني بتاعت اسره واحده عالي ثقل، ودي قوات مسلحه يعني متمكنه عمرها اكثر من 118 سنه منذ تاسيس قوات دفاع السودان 1903 حتى الان اكثر من 119 سنه. القوات المسلحه قوات مقتدره الان، من يعني هي لم تبدا القتال، بدات القتال قوات الدعم السريع مدفوعه بطموح سياسي من اللي دقلوا، ودعم خارجي حقيقه، دعم خارجي ووجود بعض الكتل السياسيه الداخليه اليساريه التي عندها طموح في انها تحكم بالقوه عسكريه، حتى بدا يتحدثوا عن تطبيق النموذج الليبي او تطبيق النموذج اللي في جنوب لبنان او تطبيق النموذج في اليمن. القوات المسلحة تصدت للمحاولات بتاعت الدعم السريع، وهي هناك كم عدد من المؤشرات بأن قوات الدعم السريع كانت تسعى إلى غلب النظام الحكم. أولا كان يوم 30/7/2022 كان هناك محاولة انقلابية، بعدها اعتذر حميدتي، والقوات الشعب المسلحة تجاوز عن هذا الخطأ الفادح، وأيضا كرر المرة الثانية كأنه كانت هناك محاولة لاغتيال قياده القوات المسلحه والاجهزه الامنيه، وايضا كانت القوات المسلحه تمتحف على الصف، وايضا المره الرابعه يعني حشد حوالي 20,000 من قوات الدعم السريع في اللباس المدني قبل 3 أسابيع ليعتصموا حول القياده وتحرسهم قوات الدعم السريع، حتى يضغط على القوات المسلحه عبر الضغط الدولي بانه يتنازل الغادة القوات المسلحه ويصبح هو رئيسا. واخر هذه المؤشرات لوجود نيه للانقلاب هي التنوير، كان يوم 15 ليلا يوم 14 ليلا يوم 15 السبت او يوم الخميس يعني ليلا يوم الجمعه ليلا تنور كل وحدات القوات الدعم السريع بانه هنالك محاوله انقلابيه. كل المؤشرات كانت تدل على انه هنالك محاوله انقلابيه. الدعم السريع لم يغدر لانه غايه الدعم السريع هو غير عسكري، ولم يدخل في المؤسسات العسكريه لا كليه حربيه لا كليه غاضه واركان، ولم يتعلم ولم يعرف في المؤسسه العسكريه الا جيش قبلي، جيش اسره زي جيش سافينبي يونيتا في انغولا. مجرد ما قتل سافينبي انهارت القوه التي تغدر باكثر من 400,000. الان بدا يتساقط الكل الغابة حول حميتي. هنالك ما لا يوجد اي مقارنه بين قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحه. كانت هناك سيطره جويه وسيطره بالبريه بالقوات المسلحه، تم تدمير كل معسكرات الدعم السريع. لكن كان لفتا سعاده اللواء استعمال سلاح الجو او دخول سلاح الجو على خط المعركه، ومنذ ساعات قليله حتى في بدء هذه الاشتباكات، لماذا كان تقدير الموقف داخل القوات المسلحه يقوم على حتميه استخدام سلاح الجو مبكرا؟ اولا لان القوه بتاعت الدعم السريع كانت قوه كبيره، هذا الرجل حشد في الشهر الماضي اكثر من 40,000 مقاتل من دارفور، كانت قوه كبيره جدا، وكانت القوه موجوده بعيده من اطراف الخرطوم ومدرمان وبحري، لذلك استعمل القوات الجويه. ثالثا كانت عربات الدفع الرباعي اكثر من 1500 عربيه يعني او يزيد من ذلك، كان عدد كبير من القوات، كان لابد من انه تضرب وتفرتك هذه القوات، ومن بعد ذلك يسهل اصطيادها. لذلك هذه الاستراتيجيه التي اتبعتها القوات المسلحه في الدفاع من بعد الانطلاق للهجوم هي كانت ناجحه جدا. تم تدمير كل مقرات الدعم السريع، تم تدمير رأس الدعم السريع والتي كان يوجد فيها السيطره والاجهزه المتطوره للتنصت وغيرها. مجرد ما دمرت هذه اصبح الدعم السريع يهيمون في شوارع الخرطوم، لكن القوه الصلبه التي تتكون من اهل تقلو هي التي كانت تغافل في اليومين امس واليوم، وكانت هناك محاولات
المتكرر للاجتياح على مطار الخرطوم والاجتياح على مطار مروي حتى يتم يعني اخلاء حميتي، لانه الحرب الشخصيه لحميتي قتل، ومدير الاستخبارات اسمه مضوي قتل من اسره تبلو، النائبه مدير الاستخبارات من القوات المسلحه اسلم نفس القوات المسلحه، العدد قائد العمليات اسمه عثمان عمليات قتل، عدد كبير جدا من قادة الدعم السريع من أسرة تبلو، هي حقيقة هي قوات أسرة وليس قوات حقيقية يعني. طيب ساعة الوقت، هل هناك أي مؤشرات أو أرقام يمكن الاستناد إليها فيما يخص القدرات التسليحية لدى ميليشيا الدعم السريع، طبيعة الأسلحة التي أقصى ما وصل إليه من قدرات تسليحية؟ قوات الدعم السريع يعني كل قواتهم عربات ضعيفة الدفع يعني دوشكات ورباعيات 14.5 ملم ودوشكات، يعني كل قوات اللي بيعتمدون على العمل المباغت والسريع، حتى في تخطيطهم للعمليات اللي كان حينفذوها في الليلة 15 من رمضان انه تكون سريعة جدا، لكن لم يقدروا بانه معروف انه لا يوجد عنه الامداد، لانه من قبل كانوا ياخذون الذخائر وغيرها من المهمات من القوات المسلحه، ما هم كانوا يعتقدون انه في سرعه خاطفه يستطيعون ان يستولوا على القياده العامه ويستولون على معسكرات القوات. ساعات الوقت اخيرا للاسف لم يعد امام مزيد من الوقت، لكن سريعا بالامس المتحدث باسم الجيش كان معنا وقال ان هناك انباء بالفعل عن استخدام هذه الميليشيات لصواريخ مضادة للدبابات داخل الأحياء السكنية، هل هذا ضمن التسليح الطبيعي لهذه الميليشيا ولا هذا مستحدث؟ نعم، يعني هذه الأسلحة مستحدثة، هنالك أسلحة جات من ليبيا صريح العبارة، وأسلحة جات من غرب أفريقيا وتسربت إليهم، حاولوا يدخلوا صواريخ سام وغيرها، لكن تم القبض عليها في مدينة قبل عام تقريبا، يعني حاول إنه كان هناك يدرك جيدا بأن التفوق الجوي سيحدث خسائر كبيرة جدا في قواته. نعم. لذلك إذا ما فشل في إدخال أسلحة مضادة سام، حاول إنه يهاجم على القواعد الجوية في مروي وفي الخرطوم وفي كنانة، فشلت محاولاته كلها، لكن دخل في مروي ومرتين دخل وخرج، وبدأ يدعي بأنه هنالك قوات مصرية وغيرها، معروف إنه هنالك بروتوكولات بين الحكومة المصرية والسودانية بأن السودان ومصر عمق علاقات مشتركة عبر التاريخ، الآن 7 مليون سوداني موجودين في مصر لم يكونوا في معسكرات لاجئين كما حدث في لبنان، الآن موجودين في مدن الصعيد ومدن الوسط ومدن الشمال، مصر والسودان هي يعني تمثل يعني وحدة عبر التاريخ، ولم تشارك القوات المصرية على الإطلاق في العمليات الجوية على الإطلاق لم تشارك. وصلت تماما، أعتذر منك على المقاطعة مع هذا الحديث الدافئ عربيا بين السودان ومصر، شكرا جزيلا لك اللواء بدر الدين عبد الحكم الخبير الاستراتيجي والعسكري كان معنا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا جزيلا لك.